ما عندي مشكلة، مذكراتي أكتبها، الأشياء اللي تناسب الذوق العام تكتبها، الأشياء الخاصة أنت قلت خاصة يعني تبقى خاصة. كتابة المذكرات هي شيء جميل جدا، ولكن مو من هواتي أني أكتب مذكراتي ولا أشوفه شيء يعني أقدر أحط وقتي فيه، لأنه خلاص هو شيء راح وانقضى. بس ممكن إذا ممكن تسأل عن مذكرات فعلي، هو ممكن أنا أصور الأشياء اللي تعجبني وأحسها ذكرى حلوة وجميلة، ممكن بعدين أرجع لها كنوع من الذكريات، ولكن كمذكرات شخصية أنا ما أكتب مذكرات للأسف. لا، ما أحب أكتب مذكراتي عشان لا أحد يطلع عليها. والله أصلاً أنا يمكن قلت لك في 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 كلامي، أنا ما أهتم في عملية الكتابة، أنا ما عندي شيء أخاف منه، واللي بيكتب بيكتب، اللي يبغى يكتب يكتبه، لأنه حقائق في أشياء يعني قد الناس تستفيد من تجاربه وخبراته السابقة. لا طبعاً ما أحد يطلع عليها، وأحب أكتب مذكراتي أول بأول، وأحيانا تكون في الجوال وأحيانا تكون في نوتة خارجية، فأتوقع ما حد راح يطلع عليها، وحتى لو حد يطلع عليها ما فيها شيء أصلا نخاف عليه. ضروري لازم تكتب حياتك الشخصية عشان بعدين لو الأطفال بإذن الله أولادك في المستقبل يشوفوها. صراحة أنا ماني من المهتمين لكتابة المذكرات، لأنه في أشياء ممكن أكتبها وبعدين يعني أفتكرها وشيء يضرني ولا شيء ما يعجبني أو حاجة زي، فأنا صراحة لا تعني لي شيء ولا أحب إن أنا أكتبها ولا أهتم فيها نهائيا. الأشياء الخاصة راح يكون لها باسورد طبعا، الأشياء العامة عادي، بالعكس أحب اللي يطلع عليها يكون عنده فكرة عن الموضوع هذا. كنت قديما أستخدم الكتابة على دفتر المذكرات، لكن الآن مع المرأة اللي دخلت للعالم في السوق في كل حاجة في كل شيء في الـ في الـ في الـ في المملكة، فأصبح ما في مجال إن أنا أكتب، فصرت أشغل نفسي أكثر في الأشياء عملية أكثر من أنا أكتب.